السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوين اليوم: ما يعرف بتنظيم الدولة وسبل مواجهته في ليبيا، مخاوف من تزايد تدفق المهاجرين عبر المتوسط، أمازيغ ليبيا ومبادرات ترسيخ الهوية الثقافية. ولمناقشة هذه المحاور ينضم معنا عبر سكايب من مصراتة الكاتب الصحفي أبو بكر مصطفى. سيد مصطفى، أرحب بك معي في حلقة اليوم. يحذر خبراء ومهتمون بتتبع تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة من توجه التنظيم لاتخاذ ليبيا ملاذا وقاعدة جديدة له بعد سلسلة الهزائم التي تلقاها في العراق وسوريا، يأتي ذلك فيما يقلل متابعون للمشهد الليبي من قوة التنظيم الفعلية في ليبيا، وسط إشارات إلى أهمية توحيد القوى في ليبيا لمواجهته بشكل فعال. بيّن موقع ميدل إيست آي الإعلامي البريطاني أن تنظيم الدولة قد يستخدم ليبيا قاعدة ثانية له إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد، حسب تحذيرات خبراء أمام البرلمان البريطاني. وقد أكد الخبراء في منظمة إنترناشنال كرايسيس جروب أنه حتى ولو تمت هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، فبإمكانه أن يتحول إلى شيء آخر إذا لم يتم معالجة تهديده في ليبيا. ومع ذلك يقول الخبراء لا يجب أن يتم استعمال القوة في ليبيا وسط مخاوف من أن أي تدخل عسكري ضد التنظيم قد يؤدي إلى تقويض واقع سياسي هش جدا. وقد التقى الخبراء مع لجنة مختارة في البرلمان البريطاني للتباحث حول مستقبل التنظيم في الشرق الأوسط وما يمكن أن يماثره التدخل البريطاني. من جهتها اعتبرت الخبيرة كلاوديا غازيني أن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ما تزال تواجه عددا من التحديات، بما في ذلك عدم وجود دعم سياسي وعسكري موحد وضعف الاقتصاد الليبي. وبينت أن الدعم العسكري الأجنبي تحت مسمى مكافحة الإرهاب قد تواجهه معارضة من الشعب الليبي، وأيضا واقع سياسي هش جدا في البلاد. ذكر الكاتبان آيدن لويس وأحمد العمامي في مقال على موقع وكالة أنباء رويترز البريطانية أن حالة مدينة سرت الليبية تغيرت، فبعد أن كانت تلقى معاملة مميزة من قبل معمر القذافي المولود فيها، أصبحت الآن قاعدة تطل على البحر المتوسط لأهم فرع لتنظيم الدولة خارج سوريا والعراق. ووضع هذا الأمر أجهزة المخابرات الغربية أمام صعوبات لتحديد إلى أي مدى يمكن أن يبسط التنظيم نفوذه في ليبيا وكيف يمكن منع ذلك. ونقل الكاتبان عن رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الجنرال ديفيد إم رودريغيز في تصريحات صحفية بواشنطن أنه سيكون من الصعب على تنظيم داعش أن يسيطر على مساحات كبيرة من ليبيا لأنه لا يملك العناصر المحلية التي تعرف الكثير عن ليبيا، على غرار ما حدث في العراق وسوريا، معتبرا أن الليبيين لا يقبلون التأثيرات الخارجية. كما يقول مسؤولون وسكان ليبيون أن التنظيم في سرت وخارجها يعرض على المجندين وبينهم بعض المهاجرين أضعاف متوسط الرواتب، بالإضافة إلى مغريات مثل السيارات والزوجات. ففي العراق اعتمد التنظيم بشدة على أنصار النظام السابق، أما في ليبيا فقد استعان بعناصر من عهد القذافي لكن بدرجة أقل، حسب الكاتبين. ونقل الكاتبان عن مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية قوله: إذا تمكنا من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن يكون هناك جيش ليبي كما نريده أن يكون، لكن هناك عدد من القوى إذا عملت معا سيكون لديها ما يكفي من القوة لضرب التنظيم. سيد أبو بكر مصطفى، كيف تقيم تعاطي الصحافة اليوم مع ملف ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا، لا سيما بعد التطورات السياسية الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الاتجاه تعاطى معه الصحافة الدولية بخصوص تنظيم الدولة في ليبيا، التخوف الكبير منه، التخوف من انتقاله إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وأيضا التخوف من زيادة أعداده وانتقاله ليتخذ من ليبيا
موقعا رسميا بعد أن يهزم كما هو متوقع في الشام وفي العراق. إذن هم حتى الآن يحاولون أن لا يكون للتنظيم وجود قوي في ليبيا، يعلمون تماما أن التنظيم ليس بالقوة التي تخيف إذا كانت هناك دولة قوية، لكن في المقابل الدولة ضعيفة في ليبيا وهشة كما يصفونها وكما هو واقع الحال. إذن هنا التخوف، هم يريدون الآن الإفادة من المفاوضات نعم والحراك الآن لتشكيل حكومة قوية بإمكانهم أن يساعدوها إذا لزم الأمر طيب، هنا بمكافحة. موقع ميدل إيست آي البريطاني أشار إلى استمرار القلق الدولي من خطورة التنظيم، هل تقرأ تغيرا في استراتيجية التنظيم في ليبيا بعد انتقال المجلس الرئاسي إلى طرابلس؟ هم الآن يتخوفون بشكل كبير، يعني الأنباء الواردة من سرت وحتى في إلى الجنوب من سرت، هم يحاولون تحصين بعض المواقع ويحاولون أن يتخندقوا داخل المدنيين، لكن تضايق المدنيين منهم الآن، الإعدامات التي ينفذونها في وضح النهار دائما ويعلنون عنها في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذا أصبح مصدر قلق للمواطنين، بالتالي الحاضنة الشعبية التي لم تكن موجودة زادت نفورها منهم. هم الآن في موقف ضعيف، ولو تشكلت حكومة قوية في ليبيا أظن أنهم سيكونون خارج اللعبة وسيكون موقفهم صعب للغاية. هم طيب، من هذا المنطلق إلى أي مدى ترتبط هزيمة التنظيم في ليبيا بالقضاء عليه نهائيا في المنطقة، لاسيما وأن بعض الخبراء رأوا أن المعالجة الحقيقية للتنظيم لابد أن تنطلق من ليبيا بداية؟ القضاء عليه بشكل كامل أظن أن الأمر صعب، هذه التنظيمات الجهادية لا يشكل لها الجغرافيا الأمر الكبير، هي تعول دائما على التنقل من مكان إلى مكان وخوض حرب عصابات، نعلم أن العالم كله قد واجه هذه التنظيمات من قبل، متمثل في مواجهات تنظيم القاعدة ولم يقضوا عليها، وليس في المدى المنظور أمل في القضاء عليها، هي تتنقل من مكان إلى مكان وتنتشر بشكل سرطاني في المنطقة، بالإمكان التقليل من فعاليتها وبالإمكان محاصرتها، لكن القضاء عليها أظن أن الأمر يحتاج إلى معالجات فكرية نعم ومعالجات استخباراتية قبل أن تكون عسكرية. نعم. سيد أبو بكر، بالنظر إلى التقرير الذي ورد على وكالة رويترز، فإن التقرير رأى أن تنظيم الدولة في ليبيا ينتهج أسلوب الإغراءات المادية من أجل كسب مقاتلين جدد في صفوفه. التساؤل هنا، ما الفئات التي تتأثر بسهولة بهذه الإغراءات؟ الفئة الأقل تعليماً والأقل الأفقر يعني يقول، والتي ليس لها مشروع، هذه هي الفئات، وهم يستقطبون صغار السن تحديدا، هذا من بالأرقام وليس مجرد توقع، فأطفال يعني في عمر تحت 18 سنة وتعليمهم بسيط أو هم فاشلون إلى حد ما في دراستهم مثلا، بالإضافة إلى الأجانب الذين يأتون لأجل بغرض المغريات المادية وهم من الدول الفقيرة في المنطقة. تبقى معي سيد أبو بكر مصطفى في تحليلاتك وأيضا آرائك، ولكن ننتقل معكم مشاهدينا إلى المحور الثاني. عاد ملف الهجرة غير النظامية للواجهة مجددا إثر ارتفاع أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا مع دخول فصل الربيع وتحسن الأحوال الجوية، وتشير تقارير إلى أن ليبيا غدت الطريق المفضل للمهاجرين بعد إغلاق طريق البلقان أمام آلاف اللاجئين الذين عادوا لخيار الإبحار إلى أوروبا عبر المتوسط، لترتفع وتيرة المخاوف الأوروبية والتي تعكسها تصريحات المسؤولين هنا. ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن منظمة الهجرة العالمية أعلنت أن نحو 6000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ الثلاثاء الماضي تزامنا مع بدء الربيع، حيث تشهد الأحوال الجوية تحسنا ملحوظا، ما يسمح بزيادة عدد الرحلات السرية التي يديرها المهربون انطلاقا من سواحل ليبيا.
وبينت الصحيفة أن مخاوف الأوروبيين تزايدت من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم تتم استعادة القانون والنظام قريبا في البلاد التي تشهد اضطرابا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. وكان مسؤولون أوروبيون أشاروا في الأسابيع الماضية إلى وجود مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينتظرون الفرصة على السواحل الليبية للتوجه إلى أوروبا. وعبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء عن قلقه من ارتفاع عدد المهاجرين المحتملين الموجودين في ليبيا، ملمحا إلى أنه قد يتوجب على الاتحاد الأوروبي مساعدة مالطا وإيطاليا في حال تدفق أعداد كبيرة منهم. تطرق الموقع النمساوي الناطق بالألمانية أسترياش 24 إلى الخطر الكبير الذي أصبحت تمثله ليبيا باعتبارها نقطة انطلاق للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه السواحل الشمالية للبحر المتوسط. ونقل موقع النمساوي عن مستشار عسكري تابع للأمم المتحدة أن نحو مليون شخص ينتظرون ربما للعبور من ليبيا إلى سواحل أوروبا الجنوبية، خاصة في ظل إغلاق طريق البلقان أمام الآلاف من اللاجئين الذين قد يختارون الطريق عبر المتوسط. وأشار الموقع النمساوي إلى أنه غداة مرور معظم المهاجرين المتوجهين لأوروبا العام الماضي عبر طريق البلقان الذي يربط تركيا بألمانيا، أصبح الطريق منذ إغلاق هذه الحدود من ليبيا إلى إيطاليا الطريق المفضل مرة أخرى. كما نقل الموقع عن الجنرال باولو سيرا قوله أن مساعدة ليبيا التي تعاني من الصراعات في إصلاح اقتصادها سيقلص خطورة التدفقات الكبيرة منها، وأشار إلى أن إنتاج النفط في ليبيا الغنية بالنفط تراجع من 1.8 مليون برميل يوميا إلى 300 ألف. سيد مصطفى، صحيفة العرب اللندنية أشارت إلى وصول نحو 6000 مهاجر إلى إيطاليا خلال الأسبوع الأخير فقط منطلقين من السواحل الليبية، كيف تقرأ هذا العدد مقارنة بأعداد الهجرة التي سجلت العام الماضي من نفس الفترة؟ الأرقام طبعاً لا تحضرني الآن بالنسبة للسنة الماضية، لكن لا شك أن إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين سوف تركز الأنظار على سواحل شمال أفريقيا وتحديدا ليبيا التي تشهد فراغا أمنيا. كل المساعدات التي يحكى عنها في الاتحاد الأوروبي هي مساعدة الدول التي سيصل إليها المهاجرون، والأولى هو مساعدة الدولة التي سينطلق منها المهاجرون سواء ليبيا كحلقة وصل أم الدول جنوب الصحراء التي هي مصدر هؤلاء المهاجرين. الاستراتيجية في من خلال توطين المهاجرين في ليبيا كما يحصل الآن في تركيا أو إعادتهم إلى ليبيا، تتصرف ليبيا بعد ذلك تعيدهم إلى بلدانهم أو توطنهم في الأرض الليبية. هذه استراتيجية تنفع الاتحاد الأوروبي، لكن على الليبيين أن يلتفتوا إلى أنفسهم. حرس السواحل بإمكانهم أن يقوموا بدور فعال جدا في منع أو تقليل الهجرة، لكن ليس بإمكان ليبيا أن تستضيف هذه الأعداد الهائلة التي قد تصل إلى ملايين في بضع سنوات. طيب، في ذات السياق الصحيفة ذكرت نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن مئات الألاف من الأشخاص ينتظرون الفرصة على السواحل الليبية للتوجه إلى أوروبا، هل يعني هذه التقديرات دقيقة؟ يعني أرقام تقدر بمئات الألاف هنا ربما لا تظهر لنا بالنسبة للمواطن العادي أو الشخص العادي، لا تظهر له هذه الأرقام، لكن الحقيقة أن نقاط انطلاقهم من الساحل الليبي تكاد تكون معروفة حتى للشارع. هناك نقاط تنطلق منها بأعداد كبيرة، هناك من لا يصلون إلى الساحل هم في طريقهم إلى الساحل، ربما هناك عدد كبير منهم في الاحتجاز لهدف ترحيلهم إلى بلدانهم مجددا، هؤلاء سوف يعودون مرة أخرى وأخريات. يبدو أن الأرقام في تزايد حقيقي، أظن أن تونس الآن تسيطر على حدودها كذلك المغرب إلى حد كبير، لكن ليبيا لا زالت حدودها مفتوحة، بالتالي هم يخشون من ليبيا على وجه التحديد.
طيب في السياق، هل تتوقع دورا أوروبيا واسع النطاق فيما يخص معالجة قضية الهجرة بالنظر إلى التطورات السياسية ودخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس، وأيضا هنالك زيارات لدبلوماسيين أوروبيين وعلى رأسه وزير الخارجية الإيطالي جنتلوني؟ عملية صوفيا الأوروبية التي انطلقت منذ العام الماضي لا زالت مستمرة، لم تتوقف. هم يقولون أنهم ينتظرون الإذن للعمل في المياه الإقليمية الليبية، هذا كلام بالإعلام، لكن الحقيقة أنهم يدخلون وينتهكون المياه الإقليمية الليبية لمكافحة بحجة مكافحة الهجرة. يعني في السنة الماضية رصدنا أنهم كانوا يكافحون الهجرة غير الشرعية ويكافحون حرس السواحل الليبي أيضا، وقاموا بحجز بعض الأفراد لحرس السواحل، وقاموا بحجز معداتهم وزوارقهم. يعني العملية صوفيا هي تريد أن تكون هي المسيطرة على الساحل الليبي، وإذا أتاحت لهم حكومة القادمة أو غيرها أو أي حكومة ليبية الفرصة قد نجدهم على الساحل الليبي. الموقع النمساوي أوسترايش 24 نقل عن مسؤول عسكري يتبع الأمم المتحدة نقل تحذيره من هجرة مليون شخص إلى جنوب أوروبا في حال استمر الوضع في ليبيا على ما هو عليه الآن. هل الإشارة إلى هذا الرقم الكبير الهدف منه تحذير اللاعبين المحليين في ليبيا أم تحذير الاتحاد الأوروبي من أجل بذل المزيد لحل الأزمة في ليبيا؟ بالتأكيد الرقم قد لا يكون مبالغ فيه، أو يعني ربما في سنة واحدة لا يكون، ولكنه سيكون في بضع في سنوات قليلة. أعداد المهاجرين تتكالب على الساحل الليبي، ربما هم أيضا يحسبون حساب أن تقوم حكومة قوية في ليبيا بالتالي سوف تقطع عليهم الطريق، فهم يحاولون استغلال الفراغ الآن. بالنسبة للاتحاد الأوروبي سيعمل ما بوسعه للاستفادة من هذه القضية، سواء إيطاليا وإيطاليا التي تحاول أن تبتز الاتحاد الأوروبي وتحصل منه على معونات بحجة أنها سوف تكون الباب الذي يوصل دون وصول المهاجرين إلى أوروبا، وفي نفس الوقت العصابات التي تقوم بالتهريب هي جزء منها من إيطاليا نفسها ومن أوروبا. يعني الأمر ليس كما يظهرونه في الإعلام بأنهم ضحايا، لا، هم ليسوا ضحايا بالكامل، ربما الوحيد الضحية هو ليبيا. نعم، تبقى معي سيد أبو بكر مصطفى في المحور الثالث والأخير، وأنتم كذلك مشاهدين الكرام. يهتم عدد من الصحف بالقضايا الاجتماعية وتلك التي تخص مكونات البلاد الثقافية المختلفة، ويأتي نشاط الأمازيغ وحرصهم على الحفاظ على لغاتهم وإرثهم من ضمن الملفات التي شهدت حراكة ملحوظا عقب ثورة 17 من فبراير، من حيث تبني عدد من المبادرات ما اعتبره البعض تقدما مهما في سنوات قليلة. قال موفد صحيفة لوموند الفرنسية اليومية واسعة الانتشار في تقرير بعنوان أمازيغ زوارة ما زالوا يأملون في الاعتراف بحقوقهم أن مدينة زوارة الليبية القريبة من الحدود التونسية تدير شؤونها بنفسها مثلها مثل باقي المدن الليبية، فيما يحاول سكانها المحافظة على اللغة الأمازيغية. وأضاف الصحفي الفرنسي أن زوارة تعتبر من بين آخر المدن في طريق الحدود مع تونس، حيث يديرها المجلس المحلي للمدينة في تجاهل شبه كامل للسلطات المركزية، حالها حال غالبية المدن الليبية، حيث تعرف المدينة بأنها معقل للدفاع عن الأمازيغ إلى جانب مدن جبل نفوسة والطوارق، حيث يشكل الأمازيغ 10% من سكان ليبيا. وعاد الأمازيغ للافتخار بانتمائهم الحضاري والثقافي واللغوي بعد ثورة 2011 ضد نظام القذافي الذي شهد عقودا من القمع ضدهم، حيث لا يتوانى سكان المدينة في رفع علم الأمازيغ الأزرق والأخضر والأصفر يتوسطه حرف تيفيناغ الذي يرمز إلى اللغة الأمازيغية.
كما تم إدراج اللغة الأمازيغية في المقررات الدراسية منذ 2011 والجامعية منذ 2015، ما يعتبر تقدما مهما في سنوات قليلة، وهو يعد نتيجة إصرار سكان المدينة وليس بقرار من الإدارة المركزية الليبية المتشبثة بالهوية العربية. أما في العاصمة طرابلس وكذا في المدن الغربية، لا تعتبر قضية الأمازيغ في سلم الأولويات بحكم الانشغال بمسار المصالحة الوطنية الهشة، حيث لا يريد كثيرون إذكاء تاريخ قديم قد يفتح جرحا جديدا في ليبيا. ويقر الكاتب أن ليبيا ليست مستعدة الآن للاعتراف بحقوق الأمازيغ كما هو الحال في المغرب والجزائر، لذلك تحاول مدينة زوارة فرض الأمر الواقع، حيث تسعى المدينة الساحلية إلى إعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية بشمال إفريقيا. هنا صحيفة لوموند الفرنسية عنونت تقريرا لها بأمازيغ زوارة ما زالوا يأملون في الاعتراف بحقوقهم. كيف ترى الخطوات التي اتخذها أمازيغ مدينة زوارة كإدراج اللغة الأمازيغية في المقررات الدراسية والجامعية أيضا؟ دعينا نشير أن القضية الأمازيغية ليست جديدة أو المسألة الأمازيغية. الأمازيغ سوف يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، هم كليبيين، هناك لهم بعض المطالب الثقافية الأخرى وهي محل أخذ ورد، هناك جدل كبير حولها، هناك استعجال من البعض، هناك محاولة لتوظيفها سياسيا من البعض الآخر، وهناك نتكلم عن قاعدة العريضة من الأمازيغ أظن أنهم يطالبون بحقوق مشروعة من ضمنها ترسيم اللغة ومن ضمنها بعض الحقوق الثقافية الأخرى، وأن يدرج عالمهم أو لغتهم في مناهجهم الدراسية الخاصة بمنطقتهم. نعم. كل هذه الأمور محل قبول من الليبيين، لكن دعيني أشير في البداية إلى أن الصحافة الفرنسية عادة لا تكون نزيهة في الملف الليبي في الآونة الأخيرة، أقصد المترجم منها طبعا لا أقرأ لغتهم، يعني هي محاولة أيضا لتوظيف الموضوع سياسيا ومحاولة الإفادة منه. طيب، موفد لوموند قال إن ليبيا ليست مستعدة الآن للاعتراف بحقوق الأمازيغ كما هو الحال في المغرب والجزائر، لذلك تحاول مدينة زوارة بهذه الإجراءات فرض الأمر الواقع، كيف تعلق على ذلك؟ هناك في داخل الأمازيغ تصنيفات، يعني اختلاف بسيط يعني بين مدينة زوارة مثلا وبين جبل نفوسة وبين أمازيغ الصحراء الذين هم الطوارئ، هناك اختلافات بسيطة جدا ثقافية، ربما أتيح لزوارة ما لم يتح لغيرها. يعني عندما يتحدث أن الليبيين لا يريدون الاعتراف بحقوق الأمازيغ، أظن أن في الأمر مغالطة كبيرة، لما الليبيون يرحبون بالأمازيغ كمواطنين ليبيين، يكفي أن يعني في فترة ما كانت أعلى سلطة تشريعية في البلاد يرأسها شخص من الأمازيغ، وأعلى سلطة قضائية في البلاد يرأسها شخص من الأمازيغ. يعني لا خلاف في حقوق المواطنة والتساوي بحقوق المواطنة، ربما الصراع الجهوي هنا أكبر بكثير من الصراع الأمازيغي الموجود. نعم. وضحت فكرتك في هذا السياق سيد أبو بكر مصطفى. بالطبع وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أبو بكر مصطفى، كنت معنا عبر سكايب من مصراتة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. أشكر متابعتكم ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.